زي ما سمعنا نجومنا الكبار كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح قالوا كلام مهم جدا، واهم كلام ان هما مبسوطين ان الولاد الصغيره او الشباب بتوعنا بدا يدخلوا في الفرقه، مع ان زمان او بالزمان يعني دايما اللعيبه الكبار تقول لك احنا اوقع واحنا احسن، لكن الاستمراريه في الملاعب هي دي اهم حاجه، بمعنى ان جيل بيسلم جيل، ان في جيل صغير طالع بيشكرهم كلهم ان هم تعبوا، بيشكرهم ان هم لعبوا باسم النادي الاهلي في الفريق الاول وفضلوا محافظين على نجوم الذهب، وانا بقول لهم ما شاء الله عليكم، هو ده الحب اللي بيتولد في النادي الاهلي اللي بيخلق بطولات وانجازات ودايما بيخلي النادي الاهلي مختلف عن اي نادي في مصر او في العالم. خلينا نسيب فريق كره الطايره الرجال اللي بيلعبوا دلوقتي حالا مع فريق الشرقيه للدخان في صاله الشرقيه للدخان، ومباراه ثانيه لفريق كره الطايره سيدات بقياده الكابتن حمدي صافي خلصت، كنا بنلاعب نادي الصيد في النادي الاهلي في صاله الشهداء، وكسب النادي الاهلي 3 اشواط 3-0 بنتيجه واحده 25-15 25-15 واخر شوط 25-16. دايما نجمات الذهب معودنا على كده، معودنا على ما شاء الله على المكاسب هي وفريق الطايره الرجال بصراحه، لكن نجمات الذهب كمان ولا شوط خسروه، قدروا يلعبوا كل ماتشاتهم ولا شوط خسروه وكسبوا كل ماتشاتهم على سبورتنج والطيران والشمس وسموحه والجزيره. كابتن حمدي الصافي بيعد الجماهير ببذل المزيد من الجهد للمنافسه على كل البطولات او الحفاظ على كل البطولات، ده الاهم مش المنافسه، منافسه شيء، الحفاظ على كل البطولات، لان نجمات الذهب بقياده كابتن حمدي الصافي ما شاء الله عليهم ماشيين كويس جدا، ما فيش شوط، مع ان في نقص في الفريق وفي اصابات بدايه الموسم برضو زي الموسم اللي فات بالظبط اصابات، لكن دايما ما نخافش على نجمات الذهب وكابتن حمدي الصافي فريق كره الطايره سيدات.